نروح نتعرف اكتر على القرارات مع الكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقه القاهره لكره القدم. تحياتي ليك يا كابتن حشيش. اهلا يا كابتن اسامه، ازيك؟ كله زي الفل. طب الحمد لله. قرارات مهمه جدا، من اهم القرارات اللي اصدرها الاتحاد المصري لكره القدم عمل اشعه لمواليد 2007 و2008 منعا لاي تلاعب. تعليقك. طبعا حاجه يعني ممتازه ويعني خطوه للاصلاح، بس دي لازم تبقى مربوطه برضو بحاجات تانية. يعني انت دلوقتي هتتكلم على الاعمار اللي هي 14 و15 سنه، والاشعه دي بتبقى برضو يعني عارف مش دقيقه 100%. بتبقى من الى، هي صحيح برضو هتحد شويه من الموضوع. بس انا عايز اول حاجه دلوقتي، اتفضل. لو انا الاشعه طلعتني ان انا مثلا سني الولد سنه 15 سنه، شهاده الميلاد غير كده، طيب مين اللي هيحسم الموضوع؟ هتاخد بايه، بالشهاده ولا بشهاده الميلاد ولا بالشهاده الطبيه؟ هي دي مشكله. لان من اي حد ممكن يقول لك انا مثلا ابني يعني عنده طفره النمو اكبر شويه، اسرع شويه، هيبقى فيها برضه لخبطه. تمام، فاهم ازاي يا اسامه؟ يعني لو انا شهاده الميلاد بتاعتي صحيحه والشهاده الطبيه او الاشعه قالت حاجه تانية، طيب هناخد بمين احنا كقيد في المنطقه؟ هتبقى فيها شويه، يعني لسه ما زال برضه الموضوع مبهم، يعني لسه ما اتحلش بنسبه 100%. ولازم يبقى يعني الاهم كمان ان يبقى في ربط بين المناطق والداخليه بالنسبه لشهادات الميلاد. لان انت عارف انا لغايه النهارده في الطبيعي لما بيحصل شكوى من نادي لنادي تاني، انا بفتح تحقيق في الموضوع. انما لما الورق بيجي من البدايه، اي نادي بيجيب الورق من البدايه، ورق الاولاد، بيبقى على مسؤوليه النادي وعلى مسؤوليه الاداري اللي جايب الورق. انا باخده مسلم بيه، ما بروحش ابحث عنه، لان انا مش هبحث ارقام يعني بالالاف، ما عنديش الجزئيه، وانا مش جاهد اساسا، انا مش مباحث عشان يعني اخوض في الحته دي. طب دلوقتي الاشعه ده يا كابتن حشيش، النهارده هيتقدم بيها النادي ولا في لجنه طبيه من اتحاد الكره بتروح يعني هي اللي تعمل الاشعه دي للانديه، ولا الاليه ازاي برضه؟ سؤال مهم جدا جدا، لان برضه هل هيبقى في جهه حكوميه او جهه رسميه معتمده من الاتحاد؟ هي دي المهم، خلي بالك. طبعاً. ممكن النهارده برضه يحصل نفس التلاعب في الشهاده الطبيه اللي تتقدم ان ولد الاشعه بتاعته مظبوط. هروح اجيب اي اشعه من اي حد بقى معرفه. مظبوط، واخد بالك. فدي برضه هتبقى مشكله. وهل يعني دي هتبقى مع مصوغات القيد؟ يعني هتبقى مع شهاده الميلاد والشهاده المدرسيه، يبقى في الشهاده الطبيه معتمده من الجهه اللي هيحددها صح اتحاد الكوره، يبقى ممكن مركز معتمد هو اللي يتم الاعتماد منه الشهاده الطبيه دي. وفي حاجه ثانيه يا اسامه برضو، اتفضل. التكلفه دي هتبقى على مين؟ على الانديه ولا على الاتحاد الكوره او على المناطق؟ دي مهمه برضو، لان انت عارف في مراكز شباب وفي انديه طبعا هتبقى مكلفه بالنسبه لهم. طبعا. فالقصص دي كلها اعتقد انها لسه يعني هتتناقش، لان الكلام اللي اتقال ده كله دي كلها لسه توصيات، ما فيش حاجه جات لنا رسمي. طيب. من اتحاد الكوره هنتابع يعني. اكيد معاكم في منطقه القاهره ونشوف الاليه اللي هيتم التنفيذ بيها. ايضا من ضمن القرارات اعتماد القوائم بتاعت الفرق 2001 2008 35 لاعب. ايوه. ومن 2009 ل 2013 50 لاعب. تمام. صح كده؟ السنة دي هل هيكون في موجود 2014 ممكن يتم تصعيده مع 2013 ولا ما ينفعش؟ برضه لغاية دلوقتي أنت عارف لسه برضه يعني أنت عارف إحنا بناخد القرارات كده بتبقى لغاية آخر لحظة وفجأة. يعني أنت فاهم إزاي؟ فبرضه لسه إحنا مش متأكدين هل هتتعمل اللي هي السنة اللي هي الزيادة دي زي ما اتعملت قبل كده ولا هترجع تاني؟ لا، هم بس الخمس أعمار بتوع البراعم. فاحنا دي برضو لسه يعني هل يحق الولد 2014 يلعب مسابقه 2013 ولا لا؟ وحاجه تانية بنشوف برضو 2015 هل يحق ليه برضو ولا لا؟ دي برضو نقطه مهمه. انت عارف يا اسامه، هي المفروض كان يعني لو كان في مدير فني للاتحاد كان المفروض يقعد مع المناطق ويقعد مع المعنيين عشان يحصل مناقشه، لان احنا عندنا بنبقى ادرى من الاتحاد، المناطق بتبقى ادرى من الاتحاد
في موضوع الناشئين والبراعم، لان المشاكل بتصب عندنا احنا، الاتحاد بعيد عنها. طب ما تمش الاستعانه بيكم يا كابتن حشيش، انتوا اقدم منطقه في مصر، منطقه القاهره كره القدم، ما تمش الاستعانه بالكابتن حماده او اي عضو في منطقه القاهره في القرارات قبل ما تتاخد؟ للاسف لا يا كابتن اسامه. وانت عارف ان منطقه القاهره يعني احنا دلوقتي داخلين في 110 نادي ومركز شباب، بقيه المناطق يعني الانديه ومراكز الشباب بتبقى يعني على قد صابع الايد الواحده يعني. فاحنا كان لازم حد يقعد معانا عشان نقول لهم برضو المشاكل اللي موجوده عندنا، ومشاكل كمان اللي اخطر واخطر كمان لا تقل عن مشاكل التزوير، وهو المستثمرين اللي بيشتروا فرق. تمام. يعني الحاجات دي كلها كان لازم يحصل فيها مناقشه، والاعداد بالظبط والكلام ده والعمر السني، يعني الكلام ده كله لازم كنا ندخل فيه. انما للاسف احنا لغايه النهارده شوف القيد، احنا سمعنا ان هو من 1/9 ولسه ما نعرفش بالظبط ايه اللي هيحصل او ايه اللائحه اللي هتنزل عشان كمان نبتدي ننشرها على الانديه عشان الانديه تعمل حسابها وتعرف. يعني هنتابع معاك ان شاء الله الاسبوع القادم يا كابتن حشيش، ونشوف برده اخر المستجدات في القيد وقوائم اللاعبين. بشكر الكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقه القاهره لكره القدم، شكرا جزيلا.